الله عز وجل حصل بيع وشراء بيننا وبينه، بس احنا نسينا البيع. ان الله اشترى التوبة من المؤمنين. نقف عند هذه الآية. نعم. من تجوال. صحيح. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. انفسهم واموالهم. طيب يبقى المشتري من؟ الله سبحانه وتعالى. عظيم. خلاص انت دلوقتي تنوب عن الايه، عن المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات في ايه، في الحوار معي في المسألة. بارك الله فيك. المشتري الله. الله. طيب والبائع الانسان. المؤمنين. المؤمنين مش اي انسان. نعم. ان الله اشترى من المؤمنين. اشترى ايه؟ انفسهم واموالهم. يبقى الشيء المبيع ايه؟ الانفس والاموال. يعني ايه انا يعني انا بعت نفسي ومالي لله؟ هي ومن خالقها اساسا؟ الله سبحانه وتعالى. عظيم. كيف يشتري شيئا؟ الله يرضى عليك. من كرم الله علي ها اعطاني النفس والمال. هذان امانه عندك الى ان اقبضك بتدخل في عالم البرزخ ثم الاخره. عظيم. عظيم. يا ربنا ليه حرم الانتحار؟ ليه؟ ليست النفس ملكا لي. الله يرضى عليك. انت تتخلص من شيء انت تملكه، لكن انا لا املك هذا الشيء. تمام. صحيح. حرم الانتحار. طيب ليه حرم ان اشتري بالمال مخدرات او خمر او اغاني او فوضى من هذه اشياء يعني لا ترضي الله عز وجل؟ ليه؟ لان المال مال من؟ مال الله سبحانه. انفقوا مما جعلكم ايه؟ مستخلفين فيه. عظيم. يبقى انا ايه؟ امين خزنه. يقدر الراجل اللي قاعد على الموظف الخزينه في البنك او في الشركه ينفق مال الا باذن من صاحب المؤسسه ووفق القانون؟ لا. اذا ترانا فضيله الشيخ نقطه حينما نقول نفسي وانا حر فيها او مالي وانا حر فيها. لا 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 لا، لا. انما المال مال الله. والانفس لله سبحانه. والانفس لله. نقول نفسي انا حر فيها. لا لا مش نفسي. لا كلام خاطئ. لا كلام خاطئ. لان الله عز وجل. انا اقول لك شيء. تفضل. انا اشتريت منك سياره. نعم. ولامانتك ولعلمي بسابق امانتك قلت لك ادي المبلغ اهو بتاع السياره. نعم. ولكن خليها عندك احفظها الى ان اخذها في الوقت المحدد. نعم. هل يجوز لك ان تؤجر السياره؟ لا. هل يجوز لك ان تركبها وتستخدمها؟ لا. ليه؟ أمانة. طيب يبقى النفس لما تعمل لغير الله. أوه. ها. والمال صحيح. لما ينفق لغير وجه الله. فغير طاعة الله. يبقى الحل إيه؟ ها. مخالفة للأمانة. الله يرضى عليك. ضيعنا الأمانة. يبقى دي المخالفات اللي بتحصل. لأن أنا ظنيت أيوه في الوقت طيب عشان مالي أنا حر فيه وجسمي أنا حر فيه يروح يشتري إيه؟ سجاير. يدخن بيها. أضاع المال. وأضاع النفس. وهما أمانتان. فدمر الفتاة. فخان العهد. فما وفى بالنذر. هنا بقى فما وفى بالنذر. يستثنى من هذا.